أعتقد أنه يقصد بالأساس يعني الشخصيات التي أو الأحزاب التي تريد وضع قدم في وزارة الداخلية وفي المسألة الأمنية بالأساس. الرئيس يطلع يوميا على التقارير الأمنية للاستخبارات الأمنية والاستخبارات العسكرية، وبالتالي هو يعرف أيضا بالأسماء من اتصل بمن، من من الأسماء ومن الأحزاب السياسية التي اتصلت بهؤلاء القيادين، وسيكشف أعتقد في الإبان عن هذه الأسماء أو سيذهب بها إلى القضاء، لأنه هناك محاولة لزعزعة تعتبر لزعزعة النظام في تونس. أعتقد أن الناس كل تعرف أن هناك اختراق للمؤسسة الأمنية، لكن المطلوب أنه الآن أنت عندك كل الأجهزة في يديك وكل وسائل الدولة على ذمتك، هات ورينا أين مواطن الخلل في وزارة الداخلية وأين الاختراقات. أنا في اعتقادي أنه مش وقت تأكيد على هناك اختراقات، هناك اختراقات، لكن احنا نحب كشف هذه الاختراقات.